في سوا بقى. بصراحة يا بابا، وما كناش عارفين نفتح حضرتك في الموضوع ده تاني ازاي. بس طبعا كلام يمكن نعمل كده من وراك يا أكرم. طيب دي ان ايه؟ اوكي. طيب وفد طلعت مش باليكا، هنعمل ايه يعني يا بابا؟ هنرضى بالامر الواقع وهنتصرف على الاساس ده، لكن على الاقل هنحدد ان هي مش مليك. وديها مننا البنت عادي. لا ما تقولش كده، في احتمال كبير قوي ان هي تبقى بنتنا برضو. نخلي املنا في ربنا كبير. مش عارف اقول لكم ايه، انتوا الاثنين مش عارف بصراحه. ده باهر ومليك هم. يا مليك جاهزه حضرتك؟ الحمد لله على السلامه. على فكره مليك هي اللي صممت انها تيجي بالليل، وانا وفريده حاولنا نمسك فيها بايدينا واسناننا. انا بجد متاسفه جدا اني مشيت وسبت حضرتك المره اللي فاتت. يا حبيبتي ما حصلش حاجه، المهم انك جيتي بالسلامه. طب انا هستاذنكم بقى واطلع الاوضه. اجي معاكي؟ لا خليكي، اقعدوا مع بعض، هقعد لوحدي شويه. تعالى باهر، تعالى حبيبي. ثانك يو. اتفضل يا باهر، اتفضل. شريف تعالى. معلش اعذرني، لازم ارجع لفريده بسرعه. طيب اقعد بس ريح من الطريق. ليه وانت شايفني يعني جاي جري؟ المهم خلي بالك انتوا من مليكه، انا سلمتها لك اهو صح سليم، ها؟ عشان تشيل الاوهام دي من دماغك. متشكر قوي يا باهر، عشان خاطري ما تزعلش منها. ربنا ما يجيبش زعل منها. يلا. تصبح على خير. ألف سلامة، ألف سلامة يا باشا.